بخطى ملؤها الاعتزاز يحملنا عيسى الزوي في رحلة معه إلى أحد المعالم الروحانية التي تميز ولاية البيض، مسجد الموحدين أو المسجد السرداب، الصرح الديني الذي يروي تشييده هنا منذ قرن من الزمن، حكاية من حكايات الصمود في وجه المستعمر الفرنسي. أسس سنة 1930 من طرف الشيخ سيدي محمد بن أبي حفص سيد الحاج محمد بن بحوص، هذا من مواليد 1891 وتوفى في 54. عرف عنه التقوى والعبادة، أسسه ببهو للصلاة يحتوي على عرصات يعني لتثبيت المسجد، وأيضا مكان يعني تاع الأذان، غرفة للأذان ومحضرة. السبب الذي جعل سيد الحاج محمد بن بحوص يحفر هذا المسجد تحت الأرض في ذاك يعني آنذاك كانت فرنسا يعني هناك يعني مرسوم يمنع بناء المساجد إلا بإذن وشروط تعجيزية من المستعمر الفرنسي، فارتأى إلى هذه الحيلة أنه يحفر تحت الأرض. وعندما اكتشفت فرنسا هذا المكان حاولت بتفجيره، ولكن بفضل الله لا زال المسجد يعني على حاله. هذا المكان روحاني جدا بامتياز، يعني هذا الزيارة راح جبنا مرة على مرة لهذا المكان لأن له جاذبية روحية يذكرنا بما كانت أسلافنا في الماضي أنهم مهتمين بقراءة القرآن وأيضا في التخفي عن المستدمر الفرنسي. بهو الصلاة البسيط هذا بمحرابه الزاهد لطالما تعد دوره كمنارة للعلم والمعرفة لدى سكان المنطقة، إلى كونه ملجأ لهم يحميهم من حيف وطغيان الاستعمار، كما يزرع بذور الصمود والمقاومة في قلوبهم. تعدى يعني هذا المسجد من الجانب الديني إلى الجانب الاجتماعي من خلال تأطير المجتمع. مثلا في سنة 1945 تواجد بزاوية الموحدين 375 ما بين الطلبة والمحتاجين، يعني كان إطعامهم وإيواءهم على عاتق الشيخ. هذا المسجد كان يعني يساهم في تثبيت مبادئ الهوية الوطنية من تعليم القرآن الكريم يعني واللغة العربية. وقد ساهم المسجد أيضا في خلال إبان الثورة التحريرية يعني من تخريج مجاهدين يعني من هذا المسجد خرجوا للدفاع عن وطنهم. مسجد الموحدين، هذا المعلم الديني العريق لا يزال إلى اليوم ينشر تعاليم الدين الحنيف والقرآن الكريم، ليبقى سراجاً ينير درب سكان المنطقة من تحت أرضها الطيبة.